حاجه غادي نحتاجو توب اللي يكون كيتجبد، نحتاجو عقد ولا سلسله، غادي نحتاجو المقص، وكذلك بيستولي او بيان كولا اللي تكون سبيسيال. غادي نقطعو التوب ديالنا لشرائط صغيره كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غنقطعو 4 ديال الشرائط. هاد الشرائط ديالنا احسن يكونوا ديال توب بيزو بيزو، وغادي نبقاو نجبدوهم كيف ما كتشوفوا باش يسهلوا علينا الخدمه. غادي ناخذ هاد 4 شرائط، وغادي خصنا حتى جوج شرائط صغار اللي بهم باش غنعقدو هاد 4 شرائط. غنحاولوا واحد فيهم نديرو بيه عقده بحال كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نعقدو بوحده من دوك جوج شرائط اللي ديجا صوبنا. بعد ما عقدنا غادي نحاولوا نقطعوا بالمقص دوك شويه من الشرائط اللي شاطوا لينا، حتى تبقى لنا غير العقده بوحدها. العقده اللي درنا غادي نخشيوها في الصبع ديالنا، وغنحاولوا اننا نقلبوا هذوك 4 ديال الشرائط اللي عندنا، واحده غيكون على اليمين وواحده غادي تكون على اليسار، ونحاول ان الشريط يدخل في الجهه اللي غادي تكون مسدوده كيف ما كتشوفوا دابا، هذيك الجهه راها مسدوده. ونفس الشيء بالنسبه اللي بقى، حتى هو غادي يدخل العكس ولكن في الجهه اللي غادي تكون مسدوده اللي هو هاي، يعني كتبقى تدخل ديما في اقرب وحده اللي كتكون حداها مسدوده، حتى غادي تعطينا بحال المربع في 4 ديال الاشرطه. نحاولوا انه ما نزيروش، يكون شويه مرخوف. غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا العقد ديالنا كامل. كيف ما قلت لكم، جهه على اليمين وجهه على اليسار، وكل وحده كتدخل اقرب وحده اللي ليها مسدوده، كتكون مسدوده ما كتكونش متنيه. اجربوها مره جوج وغادي تفهموا شنو قلت لكم، هي سهله، طريقه سهله جدا. مسدوده سنقصد بها باللي جهه متنيه هكا احسن، جهه متنيه هي مسدوده. بالنسبه لدابا غادي فاش كملنا العقد ديالنا كامل، هذوك 4 ديال الاشرطه اللي شاطوا لينا نعاودو بنفس الطريقه نعقدوهم بالخيط الثاني. باش نقطعوه بالمقص، غادي يعطينا هذا نفس الشكل ديال الاول بحال كيف ما بدينا. غادي ناخذ جوج ديال القطع اللي ديجا قطعناهم من التوب، نحاول اننا نلصقوهم باللصقه يا اما بيستولي يا اما لصقه سبيسيال، شي حاجه اللي غتكون كتلصق دغيا، سينو ما كانش استعملوا غير ابره وخيط، ونحاولوا الخيط يكون قريب للون ديال التوب اللي غنديرو. بالنسبه لدابا غادي نحاولوا ناخذوا ديك السلسله ولا العقد اللي استعملنا، ندخلوه في ديك العقيده اللي درنا، ونسدو عليها باللقات ولا ما شنو كيتسمى، صافي غادي نسدو عليها بجوج كيف ما كتشوفوا دابا. الا ما كانت عندكم سلسله تقدروا تستعملوا لاصو ولا اي حاجه قريبه لهذا الشكل. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى انه
جو بونس 3 جوغ دابا دازت في رمضان، انها تكون دازت مزيان. بالنسبه للفيديو اللي فات دابا، نتمنى انه تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش تصوبوا كولي بحال هذا، ولا كولي بحال اللي دايره انا دابا، حيت هما نفس غير هذا صغير وهذا شويه كبير، حيت كل ما كبرتو تشوف كل ما عطاكم شكل اخر كبر من هذا. نتمنى ان الفكره ديالو تكون فهمتوها. مي فاش انا شفت لا فيديو لقيت بلي كنزربي بزاف بالطريقه ديال كيفاش نصوب هذا، حيت سجلته انا صايمه ما نعجبش لكم واقفه سخانه مي ماشي مشكل، كلشي الا كان على ودكم الدنيا هانيه. اذا ما فهمتوش خلوا لي ميساج ولا خلوا لي كومونتير، وان شاء الله غادي ننزل لكم اوتر فيديو غير صغير في الباج ديالي اللي ما تنساوش ديروا لها جيم غادي يطلع لكم دابا. بالنسبه اليوم انا كنشكر صديقتي من مصر من قناه شوشو البنات اللي ديما متابعه الفيديوهات ديالي، واخا حتى هي كتجيها اللهجه ديالي صعيبه شويه مي كتابعهم، وانا بغيتكم تدخلوا ديروا لها ابوني تابوناو معاها، راها عندها دي فيديو زوينين، الوصفات شي حاجه في الديكور الطبخ نصائح اي حاجه احتاجيتوها غادي تلقاوها تما. نتمنى انكم ما تنساوش ديروا لها ابوني وتفرجوا في الفيديو اللي حتى هي حاطاه دابا. نتمنى انه يعجبكم ومن بالنسبه لصديقاتي من مصر اللي حيكونوا اول مره حيشوفوا فيديوهاتي، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبتمنى لكم رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وبالمغربيه حقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. بتمنى اني لهجتي المصريه تكون كويسه كده كويسه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون سهل حتى لهنا، ما تنساوش ديروا ابوني مع شوشو مع قناه شوشو البنات، وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع صحابكم. باي باي.